بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس 56 من السيرة النبوية في ترجمة أم المؤمنين عائشة. ثبت في صحيح البخاري أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. الناس إذا أرادوا أن يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون حتى يكون يوم عائشة فيهدونه، لعلمهم بحظوة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في عاداتنا وطباعنا، إذا أردنا أن نهدي لأحد هدية فإننا ننظر في أي مكان يكون أسعد وأهدأ بالا، فنرسل إليه في هذا اليوم لتجمل الهدية بجمال المكان الذي هو فيه وبراحته. فاجتمع أزواجه إلى أم المؤمنين أم سلمة وقلنا لها: قولي له يأمر الناس أن يهدوا له حيث كان، لا يتحروا يوم عائشة. فقالت أم سلمة: فلما دخل علي قلت له ذلك فأعرض عني. ثم قلنا لها ذلك فقالت له فأعرض عنها. ثم لما دار إليها قالت له مرة ثالثة فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي في بيتي في بيت وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وجاء أيضا أنهن بعثن فاطمة ابنته رضي الله عنها إليه فقالت: إن نساءك ينشدونك العدل في ابنة أبي بكر بنت أبي قحافة. فقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا بنية، ألا تحبين من أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. ثم بعثنا مرة أخرى النساء، وسبحان الله، المرأة لا تكاد تيأس ما دام هناك أمل ولو كخرم إبرة. بعثنا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كما قالت عائشة تساميني عند النبي صلى الله عليه وسلم في دينها وأخلاقها، وهي التي لما سألها النبي عن عائشة صلى الله عليه وسلم لما اتهموها في عرضها رضي الله عنها وأرضاها وطهرها وقد فعل، وهي ضرتها وقد استوى لها الأمر واستقام، ومع ذلك فقد قالت: يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري، لا أعلم إلا خيرا. هذه المرأة في هذه القامة من العدل والتقوى، حتى لما صح لها أن تتكلم في عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن عائشة وهي في مقام الضرة وهي الجارة، اتقت الله، قالت عائشة فحفظها الله بدينها. ذهبت أم المؤمنين زينب فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فتكلمت زينب ونالت من عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ساكت يستمع إلى هذا. فانتصرت عائشة منها، قامت أم المؤمنين عائشة وردت عليها، فتكلمت زينب ونالت من عائشة، فردت عليها عائشة وكلمتها حتى أفحمتها أسكتتها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة ويقول: إنها ابنة أبي بكر. طبعا انظروا إلى بيت النبوة يكون فيه مثل هذا الخلاف، ولكن هذا لا يؤدي لا إلى الهجران ولا إلى الاتهام في الدين ولا إلى الاتهام في العدل ولا إلى الاتهام في الصدق والتعامل. ولذلك لما تكلمت هذه وردت هذه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، فلما أسكتت عائشة زينب وأفحمتها قال: إنها ابنة أبي بكر. خرجت رضي الله عنها في حرب أو في الخلاف بين الصحابة في معركة الجمل، وكانت على الجمل، فسمع الناس عمارا وهو بين الصفوف قد سمع رجلا ينال من عائشة، فقال له عمار ابن ياسر وهو مع علي رضي الله عنهما، قال: اسكت مقبوحا منبوذا، والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أو إياه. رجعت ثم ندمت بعد ذلك أنها خرجت، فما كانت تريد إلا الإصلاح رضي الله عنها. وعاشت حتى عام 58
فلما حضرت وفاتها قال جاء عبد الله بن عباس يستأذن عليها، فجاء مولاها أو حاجبها وعند رأسها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أخيها. قال فقلت لها هذا ابن عباس يستأذن، فأكب عليها ابن أخيها عبد الله، أكب عليها يبكي ويقبلها، فقال هذا عبد الله بن عباس يستأذن وهي تموت، فقالت دعني من ابن عباس، فقال يا أماه إن ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك ويودعك. كانت هي مشغولة بالموت، فقالت إذن له إن شئت، فأدخلته. فلما جلس ابن عباس قال أبشري. قالت بماذا؟ قال ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فقالت دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. وهذا من صدقها وخوفها من الله عز وجل، ونشهد بالله أنها الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، زوج نبينا في الدنيا وفي الآخرة. توفيت رضي الله عنها عام 58، وقيل قبل ذلك بسنة، فرضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. أوصت أن تدفن بالبقيع ليلة، وصلى عليها أبو هريرة بعد صلاة الوتر، ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابن الزبير ابن أختها أسماء، والقاسم وعبد الله ابن أخيها محمد، وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان عمرها يومئذ 67 سنة. فرضي الله عنها وأرضاها وجمعنا بهم في جنته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.